ينضم لنا الآن من سدرات بمحيط غزة مراسلنا فراس لطفي. فراس أهلا بك معنا ليلى. من القصف غير المسبوق برا وبحرا وجوا، دعنا نتابع معك آخر التطورات والمعلومات المتوفرة لديك. يعني في آخر التطورات، القصف لا يزال مستمرا وإن بوتيرة أقل وأهدأ مما كانت عليه بداية توسيع العملية البرية التي أعلن عنها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، والتي شارك فيها كما ذكرت قطاعات مختلفة من الجيش الإسرائيلي، الجو والمدفعية برا والزوارق الحربية الإسرائيلية. قبل قليل يعني أظهر فيديو للجيش الإسرائيلي وضح فيه وجود دبابات داخل قطاع غزة، وقال بأن هذه الدبابات داخل قطاع غزة، سرايا من الدبابات تقتحم المنطقة الحدودية، لا تزال قريبة من الشريط الحدودي كما هو موضح، ولكن هي تخوض معارك وجها لوجه كما تقول المصادر الإسرائيلية بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حركة حماس في محورين. المحور الأول منطقة بيت حانون من خلفي هنا، حيث تدك المدفعية، لا تزال تدك المدفعية هذه المنطقة، ولكن بوتيرة أقل كون الجيش الإسرائيلي أصبح داخل الجدار الفاصل داخل قطاع غزة. والمحور الآخر منطقة البريج والشرق من مدينة خان يونس على الشريط الحدودي، هذه المحاور التي يخوض فيها الآن الجيش الإسرائيلي بعشرات الدبابات، معارك ضارية مع الجانب الفلسطيني. وهناك شح في المعلومات والصور حقيقة، داليا، واضح بأن الجيش الإسرائيلي يحاول التعتيم بشكل كبير على مجريات المعركة، ولكن في إسرائيل يعتقدون أو ينظرون إلى هذه العملية التي أسماها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنها توسيع للعملية البرية وليس عملية برية، والإعلان عن الدخول البري إلى قطاع غزة لسببين. السبب الأول بأن هذه المرحلة هي تعتبر مرحلة وسطية ما بين الضربات الجوية وما بين العملية البرية، ولها هدفين. الهدف الأول الضغط على حركة حماس التي قالوا بأنها حاولت كسب الوقت في موضوع المفاوضات لإخراج أو إطلاق سراح الرهائن لديها، وهذه الضربات هي لخفض سقف مطالب حركة حماس التي كانت تنادي وتطلب بوقف إطلاق النار أولا، ومن ثم الذهاب نحو مفاوضات لإطلاق سراح الأسرى. والهدف الثاني هو تهيئة الأرض أكثر فأكثر باتجاه توسيع العملية لتشمل ولتصل إلى حرب برية شاملة تخوضها أو يخوضها الجيش الإسرائيلي على كامل تراب قطاع غزة. بكل الأحوال هناك أيضا أسباب أخرى، داليا، لتسمية هذه العملية بالعملية توسيع العملية البرية، وهي محاولة يعني تخفيف وطأة المسمى على مسامع أهالي الأسرى الذين الآن يطالبون المجلس الحربي الإسرائيلي بضرورة أن يجلسوا معهم لتوضيح مصير أبنائهم بعد بدء هذه العملية. وهناك ضغط كبير يحاول يعني ذوي الأسرى لدى حركة حماس ممارسته على الحكومة الإسرائيلية وعلى المجلس الحربي في إسرائيل. بكل الأحوال القصف لا يزال مستمرا، المعارك البرية بالفعل بدأت، والدبابات الآن على أرض قطاع غزة وإن كانت قريبة من الشريط الحدودي. فيما يتعلق بموضوع وقف إطلاق النار، الجانب الإسرائيلي يعني وصف القرار حقيقة قرار الأمم المتحدة بضرورة وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية بالقرار الدنيء، هذا ما قال عنه أو ما قالت عنه وزارة الخارجية الإسرائيلية، ورفضت هذا القرار. وواضح بأن على الأرض تتطور الأمور باتجاه تصعيد أكبر. الجيش الإسرائيلي قال بأنه استهدف 150 هدفا، وقال أيضا بأنه اغتال رئيس المنظومة أو قائد المنظومة الجوية في حركة حماس عصام أبو ركبة، وقال أيضا بأنه قام بتصفية عدد كبير من مقاتلي حركة حماس خلال هذه المعارك المستمرة، ويعني أردف بالقول بأن هذه الهجمات وهذه العملية مستمرة حتى الوصول إلى تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها هذه الحرب، وهي الإطاحة بحكم حركة حماس داخل قطاع غزة. الآن المعارك تجري
كما ذكرنا في منطقة شمال ووسط قطاع غزة، محورين قريبان من الحدود الشمالية للقطاع، وهذه المنطقة التي تعرضت للقصف منذ اليوم الأول لهذه الحرب منذ 7 من الشهر الجاري، تعرضت لآلاف الأطنان من المتفجرات، عشرات الصواريخ. ونذكر هنا بأن الجانب الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي قال بأنه استهدف أنفاقا ومنصات صواريخ ومواقع تابعة لحركة حماس داخل قطاع غزة، استخدم خلالها القنابل العميقة التي تحدث انفجارا كبيرا وارتجاجا كبيرا، مستهدفا بذلك الأنفاق الهجومية التي يقول بأنها لربما هذه الأنفاق هي العقدة أمام الجيش الإسرائيلي، التي يرى بأنها قد تسبب خسائر في الجانب الإسرائيلي إذا ما تعمقت الدبابات أكثر داخل قطاع غزة. شكرا لك مراسلنا فراس لطفي، كان معنا من سدرات من محيط غلاف غزة.